طبعا الزمالك تيم كويس قوي خد بالك يعني. لو الامور بتاعته ماشيه بشكل كده لو الامور بتاعته ماشيه بشكل كويس، واحنا الامور في الانديه كلها ماشيه مش بشكل كويس يعني، الامور في الانديه في الظروف اللي احنا فيها دي مش ماشيه بشكل كويس، لكن تيم الزمالك تيم كويس قوي خد بالك يعني، تيم كويس ومعاه مدرب وجهاز كويس. لو هما ما زهقوش برضو ها، وانا عارف ان الدكتور كمال درويش دايما مساند ل للنادي والفرقة النادي و و و و و، لو ما زهقوش والامور رجعت طبيعيه كما كانت وبتاع، حتى هتشوف تيم الزمالك، هشوف تيم الزمالك. عشان كده انا بقول لك انا لما مشيت بسبب رئيس النادي والمطبات يعني اللي كان بيحطها لك وبتاع وكذا 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 والعراقيل وبتاع، لانه عنده هدف في دماغه عاوز يحققه، انت ما حققتلهوش لان القرار في ايدك، انت ما حققتلهوش خلاص. لكن انا 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 ما اتكلمش ابدا على نادي الزمالك كنادي الزمالك، انا بتكلم على اشخاص تعاملت معاهم. لكن الزمالك انا ما اتكلمش عن الزمالك الا بكله طيب خد بالك. العرب القطر دي كانت بالنسبه لي دي اقول لك ايه، اوحش تجربه انا اتخذتها. اوحش تجربه اتخذتها يعني، انا مش عاوز اقول اي كلام فارغ، لكن انا في الوقت ده كنت عاوز اخرج من مصر باي شكل. بس